الملك ذو الوجهين، أو الملك اللي عنده جوج وجوه. الوصف اللي نقدروا نقوله أنه مسيء بعض الشيء لصاحبه، واللي كيعني أنك مرة معانا ومرة مع غانا. مؤخرا قامت واحد القناة ألمانية معروفة واللي هي الدي دبليو بنشر واحد الوثائقي على العاهل المغربي الملك محمد السادس. الوثائقي اللي تطرقت فيه القناة بزاف ديال المعلومات والحقائق والأسرار على ملك المغرب محمد السادس، منها معلومات اللي هي إيجابية واللي كتشهد ليه بالاجتهاد والتطور والعمل الدؤوب ديالو، ومنها انتقادات اللي كانت في بعض الوقت انتقادات بناءة، وفي بعض الوقت الآخر كانت انتقادات مبالغ فيها. وحنا كنعرفوا إخواني أنه في العصر ديالنا الإعلام صبح واحد القوة خارقة، واحد سلاح فتاك اللي تقدر تدمر وتشتت به الشعوب وتخلق به فتن وحروب. فشنو تما وشنو هي الحقيقة ديال هذا الفيلم الوثائقي؟ وعلاش هذا الوثائقي هذا؟ وبالرغم من أنه انتقد الملك محمد السادس في العديد من المحطات، إلا أنه كان خيبة أمل بالنسبة للجنرالات والعسكر ديال الجيران. وبخلاصة داكشي اللي تذكر في الوثائقي مقنعهمش، والأعمال الإيجابية والتطور والنمو اللي قام به الملك محمد السادس واللي تذكر في هذا الوثائق هذا كانت غلابة على الانتقادات والسلبيات، أو بالأحرى ما لقاو ما ينتقدوا. وغادي نعرفوا أيضا كيفاش أن الصحافة ديال الكبرانات ما خلات ما قالت قبل ما يتم نشر هذا الوثائق هذا، وأنهم كانوا كينتظروه بكل حرقة وكانوا كيروجوا ليه في شتى المجالات وبعناوين حمراء. اللي قال أن المغرب كيشهد حالة من الرعب والهلع قبل نشر الوثائق بساعات، واللي قال أن الوثائق يفضح كل شيء على ملك المغرب، واللي قال أن المخزن في شلف منع عرض الوثائق العظيم اللي تحدى كل الضغوطات وتكلم على الملك بكل جرأة، واللي مشى بعيد وقال أن الشرارة ديال الانقلاب على وشك البدء في المغرب. المهم كانوا قريب ويقلبوا القبلة نحو ألمانيا واستغفر الله. وفي الأخير وفاش خرج الوثائق للعالم غادي تكون صدمة قوية بالنسبة لنظام العسكر، وغادي توقع لهم أكبر شمس العشية، وغتخلي جميع ديك الهايلالا والترويج الوثائقي تلعب ضدهم. اتقع هادوك اللي استهدفتهم الجرى وروجت لهم هاد الوثائقي هذا وانتظرت منهم العتاب، من خلال الوثائقي تعجبوا بالشخصية ديال الملك محمد السادس وبالأعمال والمشاريع اللي قام بها. المهم بلا ما نطول عليكم في المقدمات، إذا كان كيعجبكم المحتوى اللي كنعمل ما تنسوش أنكم ديروا لايك وتبارتاجوا الفيديو مع الأصدقاء ديالكم. أيضا إذا كانت هذه هي أول مرة كتشوفني فيها ما تنساش أنك تشترك في القناة وتفعل معك ذاك الجرس، ونتوكلوا على بركة الله. نهار 30 مارس عام 2023 غادي تعرض القناة الألمانية دوتشي فيلي وثائقي كيتكلم على الملك محمد السادس. الوثائقي اللي تطرقت فيه بعمق الحياة الملك واللي تجاوز الوقت ديالو 42 دقيقة، وذكرت فيه العديد من النقاط على ملك المغرب سواء من الجانب الشخصي والخاص أو من الجانب الاقتصادي والسياسي والنهج اللي غادي به ملك المغرب. وهذا الوثائقي هذا كان تحت عنوان محمد السادس ملك الفقراء. قبل ما يخرج هذا الوثائقي هذا للعلن أصدقائي، قامت القناة الألمانية بترويج له عبر الحسابات ديالها على مواقع التواصل الاجتماعي. والغريب في الأمر أنه غير لحظات قليلة قبل ما يتم نشر هذا المنشور هذا اللي علنت فيه على العنوان ديال الفيلم الوثائقي وذكرت فيه بعض النقاط اللي غادي يتكلم عليها واللي كتخص ملك المغرب، وأن هذا الوثائقي هذا غادي يكون جريء وغادي يقيس مجموعة من النقاط الشائكة، قامت الهيلالة عند الجيران وخرجت الصحافة العسكرية كتطبل وتزمر وتكتب ما لدى وطاب على الوثائقي، وتعنون بعناوين شرسة اللي كتهاجم فيها المغرب واللي كتبين على السمية والحقد ديالهم، وتعاملوا مع الوضع وكأنها شي قنبلة موقوتة قريب وغادي تنفجر. هل كيقول المخزن المغربي يحاول جاهدا إيقاف الفيلم من العرض وبأن جميع المحاولات ديالو فشلت، وهل كيقول شرارة الانقلاب على وشك البدء في المغرب بسبب هذا الفيلم الوثائقي هذا اللي غادي يكشف المستور على ملك المغرب. المهم ناي دعوة في جهة الشرق، والصحافة الحاقدة الشرسة كترنم ليل نهار تماما في حال داك الجرس ديال توم انجيري. لكن الصدمة القوية غادي تكون نهار 30 مارس فاش غادي يتم نشر هذا الوثائقي هذا بالفعل، وفاش كانوا الكبرانات روجوا ليه مزيان وكاملين بهم كينتظروا بشغف باش يشمتوا في المغرب. لكن في الاخير غادي يكتشفوا ان هذا الفيلم الوثائقي هذا كان واحد الفيلم اللي عادي جدا، بل على العكس كان واحد الوثائقي اللي تكلم على النجاحات ديال الملك المغرب محمد السادس وعلى التعديلات الناجحه اللي دار والنمو والازدهار ديال المغرب في العهد ديالو والعلاقات الكبيره اللي اكتسبها المغرب في العهد ديال محمد السادس مع الدول العظمى والدبلوماسيه المغربيه اللي تقدمت سنين ضوئيه للامام، وتكلم ايضا على التعديلات اللي قام بها العاهل المغربي في مداوله الاسره وبانهم صف المراه ومنحها العديد من الحقوق. فكيف ما كتعرفوا قبل كان الزواج القاصر
الطراز واحد الشيء عادي في المغرب، ويمكن لأي واحد يجوج بنت عمرها 15-14 عام بدون أي مشاكل وحواجز، وأن الرجل المغربي في ذاك الوقت كان هو المهيمن في بيت الأسرة وكان عنده الحق أنه يزوج فوقاش ما بغى وبشحال ما بغى ديال النساء، ويقدر يطلق فوقاش ما بغى وبكل سهولة. فملك المغرب شاف أن هاد الشيء هذا ما خدامش، خصوصا أننا فاش كنهضروا على الرجل المغربي في الزمن ديال السبعينات والثمانينات فاحنا كنهضروا على واحد الشخص اللي في غالب الأحيان أمي والتفكير ديالو محدود، وما جالش بزاف الشيء اللي كيخليه أنه ما يكونش حكيم في اتخاذ القرار ديالو إلا القليل طبعا. وبالتالي فالمرأة المغربية كانت كتعاني بزاف وكتعاني في صمت، والحقوق ديالها كانت مهضومة وديما كتبقى في عين الرجل أو الزوج غولية، وهذا الشيء طبعا كيخالف المبادئ والقيم الإنسانية وكيخالف حتى الدين ديالنا الحنيف. فالإسلام ما كيقولكش أن المرأة الرأي ديالها مخصوش يكون مسموع. فالوثائقي شهد لصالح الملك محمد السادس في هذه النقطة هذه، وأن التعديلات ديال مداومة الأسرة اللي قام بها كانت شيء في محله. أيضا تكلم الوثائقي على مجموعة من الصعاب والعراقل لوجهات العاهل المغربي، وهذا الشيء من بعد ما اعتلى العرش العلوي، ولعل أشهرها مشكل التطرف، أو باش نعطيكم واحد الوصف دقيق، كورونا ديال داك الزمان، الوباء الخطير اللي كانت العدوى ديالو كتصيب العالم الإسلامي والعربي دولة دولة، والمغرب بدوره تصاب بهاد العدوى هذه، وشهدت البلاد مجموعة من الحالات الانتحارية في الفترة ديال حكم الملك محمد السادس. لكنه على حساب ما تذكر في الوثائقي كان واحد الشخص اللي ذكي بزاف وحاكم في اتخاذ القرارات ديالو، الشيء اللي خلاه انه ينقذ البلاد من هذه الموجه هذه، وهذا الشيء عبر اتخاذ مجموعه من التدابير وتكثيف المجهودات الامنيه لمحاربه التطرف اللي ما نقولوش بصفه نهائيه، حيت فاش كتكون عندك دوله وشعب كبير فحال الشعب المغربي ما يمكنش انك تعدم التطرف بصفه نهائيه في البلاد، ضروري غادي يبقاو عندك ناس متطرفين ولو فكريا. ولكن الاهم هو ان الافعال والمحاولات الاجراميه والارهابيه اللي كانت كدار وقفات، وكاع هادوك اللي كانوا كيخططوا لها وكيدبروا لها تم الاعتقال ديالهم واحد واحد. والسبب كيرجع لكون ان المغرب وفي هاد الفتره هذه خدم على الجهاز الامني الاستخباراتي ديالو وطوروا سنين ضوئيه، ولا واحد من اكبر الاجهزه الامنيه والاستخباراتيه في العالم، واللي صبح كيتضرب به المثل في دول عظمى، ولا كيتم الاستعانه به في افشال عمليات كبيره في العالم. بالرغم من هذا الشيء هذا اصدقائي، فالفيلم ما تكلمش غير على الانجازات ديال الملك المغرب محمد السادس، وانما في بزاف ديال النقاط انتقد المغرب. ولكن الشيء اللي اثار الانتباه ديالي هو ان المنتقدين اللي ظهروا في البرنامج واللي تم السماع للراي ديالهم هم أشخاص صحفيين، رجال أعمال، مستشارين مغاربة، وعطوا الكلمة ديالهم والرأي ديالهم والانتقادات ديالهم من بيوتهم داخل المغرب. وهذه النقطة هذه بحد ذاتها هي صفعة بالنسبة للنظام العسكري، واللي كتبين على الديمقراطية وحرية الرأي اللي وصل لها المغرب مقارنة بهم وبغيرهم من الدول المغاربية ودول العالم العربي. نعم المغرب ما وصلش لديك الديمقراطية الكاملة المطلقة في حال الدول الأوروبية، وحنا المغاربة عارفين هاد الشيء هذا مزيان، والسبب على حسب الرأي ديالي كيرجع الكون أن المواطن المغربي باقي ما وصلش لديك الدرجة من الوعي والنضج باش انت تعطيه هاد الحرية المطلقة في النقد. ولكن لو قارنا المغرب مع دول عربية أخرى وما نمشوش بعيد غير هنا حدانا، غادي نكتشفوا أن المغرب متقدم عليهم سنين ضوئية في الديمقراطيه وحريه الراي، وماشي غير في هادشي هذا وانما فاش ما بغيتي. وفعلا النقاط هذه اللي تذكرت في الفيلم هي اللي شكلت صفعه قويه على شبهه شنقريحه والاتباع ديالو، ووقفات ليهم في الحلق وبقاو متلوفين ومدهوشين وما عارفين ما يديروا وفين يعطوها بالراس، تماما في حال داك الدجاجه اللي فاش كتبغي تبيض وانت حاضيها وهي ما خصهاش تشوفها وهي كتبيض، فكتبقى غير تقاقي فحال عندها الدقه في الراس. كذلك بالضبط كانوا حكام المعبد الشنقريحي، ورغم جميع المحاولات ديالهم راه شنقريحه كان كيبقى عصر على قهوه كحله وكان روح حتى الصباح، وهو كيحاول يتعلم الالمانيه باش يتواصل مع المسؤولين ديال القناه، عار الله لما يزيدوا يبحثوا او بالاحرى يؤولوا ويالفوا ويضللوا باش ينتقدوا ملك المغرب، ومع ذلك والو ما جابش الله. سيدنا ما شاء الله ضابط اموره مزيان وما عندكش ما تشدو، وكيف ما كيقول المثل المغربي ما تديرش ما
ما تخافش، بالرغم من ان هاد الوثائقي هذا راه ما كانش سهله، وشحال من اشياء بالغ فيها وشحال من اشياء تعمد انه يظهر منها غير جزء صغير وما يبينش الصوره الكامله، وخفى بعض الجوانب اللي هي في الاصل مبررات قويه وكافيه ووافيه. فما يسحبش لكم ان الوثائقي راه كان مع المغرب 100%، لا طبعا، راه اصلا الهدف من هاد الوثائقي هذا وامثاله هو انهم يخلقوا الجدل ويقيسوا نقاط بعاد ويكشفوا شي دواسة اللي على حساب المعتقدات ديالهم هي ملفات سريه، ولا ما داروش هكذا راه ما غاديش يكون برنامج ناجح، وحتى شي واحد ما غادي يهتم ليه او يشوف لجهته. فالوثائق بالفعل قدم بزاف ديال الانتقادات للمغرب والملك المغرب، ولعل اشهر هاد اللقطات هذه اللي ما تكلمش عليها الوثائق بوضوح وما ظهرش الحقيقه الكامله ديالها وما سلطش الضوء على الصورة من زوايا مختلفة، هي فاش تكلم على الفترة ديال الحكم ديال الملك الحسن الثاني الله يرحمه وقارنها بالفترة ديال الحكم ديال ولده الملك محمد السادس، اللي وصفها بالانفتاح وبأنها كانت واحد الطفرة نوعية في أسلوب الحكم اللي تميزت بزاف ديال الديمقراطية وحرية الرأي مقارنة مع فترة الحكم الحسن الثاني الله يرحمه، خصوصا فاش تطرق الوثائقي لسنوات الرصاص، الفترة اللي حكم فيها الملك الحسن الثاني بالحديد والنار، وأنه كان كيستعمل سياسة القمع والترهيب في كبح المنتفضين والمعارضين، عكس الابن ديالو محمد السادس اللي جاء بواحد الفكر السياسي جديد واللي اعتمد فيه على الحوار والدبلوماسية والديمقراطية أكثر. لكن النقطة اللي ما تطرقش لها الفيلم الوثائقي هي أن الأوضاع السياسية في المغرب في العهد ديال الحسن الثاني ماشي هي نفس الأوضاع في عهد الملك محمد السادس تماما. فالمغرب في عهد الحسن الثاني شهد العديد من الضغوطات وتعرض للعديد من الطعنات والغدر والمكائد. فاحنا فاش كنهضروا على المملكة المغربية في عهد الحسن الثاني، فاحنا كنهضروا على واحد المملكة اللي تعرضت مرارا وتكرارا المحاولات الانقلابية، واللي في بعض المرات وعلى شوية كتفلت من السقوط والانهيار، وفي لمح البصر يصبح حالها حال باقي الدول العربية. فالمغرب في الزمن ديال الملك الحسن الثاني عانى من بزاف ديال الضغوطات والمحاولات لإسقاط النظام فيه، سواء ضغوطات خارجية اللي كانت من عند قادة عرب واللي كيشاركوا معنا نفس الدين ونفس الدم العربي وبزاف ديال الحاجات أخرى، حاولوا أنهم يكيدوا المغرب ويطيحوه، بحال صدام حسين، القدافي، حافظ الأسد، جمال عبد الناصر وغيرهم الكثير ساهموا في هذه الخطط الخبيثة هذه، بما فيهم القادة ديال جيراننا. هذا بالإضافة لمكائد داخلية فحال المحاولتين الانقلابيتين اللي تعرض لهم الحسن الثاني، وجاه الغدر من عند اقرب الناس ليه واللي كان كيثق فيهم كل الثقه. زيد على هذا الشيء المشكل ديال البوليزاريو والحروب اللي دخل فيها المغرب ضدهم، وفاش كنقولوا ضدهم راه ما كنعنيوش غير ميليشيات البوليزاريو، بل كنعنيو الجزائر، ليبيا بقياده القدافي، مصر، كوبا وغيرهم اللي تامروا على المغرب في ذاك الوقت وبغاو ليه الشتات والدمار. زيد على هذا حرب الرمال ضد الجزائر اللي خلفت خسائر ماديه وجسمانيه رهيبه على كلتا الدولتين، زائد المضايقات ديال اسبانيا وفرنسا، هادشي كامل وانت كتحاول ما امكن تضمن الامن والامان لبلادك وللشعب ديالك. اضاف على هادشي يزيدوا ينضوك واحد الفئه ديال المواطنين ديالك يقولوا لك لا حق احنا معارضين وما بغيناش هذا النظام هذا، وانت كتعمل المستحيل باش توفر لهم الحمايه والامن، ضروري غادي تنفعل وتوبخهم تماما، فحال داك الاب اللي كيكون عارف المصلحه ديال ولادو وكيقوم بتوبيخهم وضربهم اذا اقتضى الحال اذا شافهم خرجوا على الطريق. فما قدروش نقولوا ان السياسه ديال الملك الحسن الثاني كانت قمعية وهمجية وصافي نسكتو، خصنا نعللو ونذكرو الأسباب علاش. فالملك الحسن الثاني بدوره كان واحد الشخص اللي منفتح وديمقراطي مع الشعب ديالو بزاف، وهنالك مواقف عديدة كتشهد ليه بهذا الشيء هذا، راه غير باش أنه يحافظ على الملك ديال العائلة العلوية العريقة في ظل كل تلك الضغوطات اللي كانت كتعتارض الطريق ديالو، ويقود سفينة لبر النجاة ويسلم الحكم للابن ديالو بأمان، راه غير هذا في حد ذاته أكبر إنجاز. في نظركم لو كان نظام الحكم الملكي في المغرب سقط، واش المغرب اليوم غادي يكون أحسن؟ طبعا لا، والمغاربة كاملين من طنجة للقويرة متفقين معايا في هذا الكلام. هذا ها هي ليبيا، تونس، مصر، العراق، سوريا، هادو كاملين كانوا ممالك في السابق، واش كتشوفوهم اليوم احسن من المغرب؟ مشاو ملوك اللي عندهم هيبه وقداسه وورثوا الحكم ابا عن جد، وجاو رؤساء اللي ما عارفين حتى الاصل ديالهم منين، واش هما اصلا كينتميو لدوك الدول هادوك ولا لا، وحكموا هاد البلدان العربيه هادي حكم الملوك واكثر، وما زادوها الا الدمار والقمع والشتات للشعوب ديالها. فما خصناش ندرقوا الشمس بالغربال، وانما خصنا نشوفوا الحقائق من زوايا مختلفة.
أيضا من الأمور اللي تطرق لها الوثائقي واللي يوصف فيها ملك المغرب بالانفتاح والحضارة بكونه أول ملك مغربي غادي يقوم بالزواج علنا واللي غادي يقدم الزوجة ديالو اللي هي لالة سلمى للشعب ديالو ويتعرف عليها عكس الأجداد ديالو. ولكن ها احنا قلناها الأجداد ديالو راه الوقت يتغير وما نقدروش أننا نبقاو عايشين على نفس المنهجية وعلى نفس العادات، وهذه مسألة عادية جدا وبالنسبة لي ما فيهاش حتى شي نقاش. المهم أصدقائي حاولت أنني ما أمكن نعطي خلاصة لهذا الوثائق هذا ومبين على الرأي ديالي وعلى الانتقادات ديالي ليه، وفي نفس الوقت حاولت أن الفيديو ما يكونش طويل بزاف. والأهم من هذا الشيء هذا هو أن نظام الكبرانات وكالعادة كيفشل في جميع الخطط والمكائد ديالو تجاه المملكة المغربية الشريفة واللي غادي تبقى مملكة وغادي تبقى مغربية وغادي تبقى شريفة وكاملة ومكمولة بإذن الله عز وجل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إن شاء الله. ومتى سيغزو شنقريحة وأتباعه العالم؟ الله أعلم. حذاري وبا با با. حتى لهنا أصدقائي كنوصلوا لنهاية ديال هاد الفيديو هذا، ما تنسوش حتى انتما أنكم تشاركوا معايا الأراء والتعليق ديالكم حول هاد الوثائق هذا لتحت في مكان التعليق. واش انت مع هاد الوثائق هذا ومع المعلومات والحقائق اللي تطرق لها حول الملك ديالنا محمد السادس، ولا حتى انت عندك شي انتقادات عليه؟ المهم كتبوا لي جميع الاراء والتعاليق ديالكم لتحت. كذلك اللي مازال ما شافش هذا الوثائقي هذا غادي نخلي لكم الرابط ديالو لتحت في صندوق الوصف. وحتى لهنا كنقول لكم تهلاو في راسكم والسلام عليكم.